يا اخي ودي اقول لك من زمان ليه ما تجيب شخص جديد للقناه؟ من اجيب طيب يعني؟ عندي من هو ذا؟ والله العظيم عندي انا شايف لك شخص يا ساتر مره كويس، راح اخليه يتواصل معاك، ولا تنسى تحط رابط قناته في الوصف، ترى اسمه ناصر، الولد مره جبار. ابشر ابشر لا تشيل هم، ابشر ابشر. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. اول شيء الله يعطيكم الف عافيه على الشيء اللي قاعدين تسوونه. ولد كثير شكرتكم، صدق الله يسعدكم سعاده ما بعدها سعاده. الشيء الثاني، مقطع اليوم يا جماعه الخير راح يكون مع شخص اول مره اشوف زيه حرفيا. الشخص هذا عنده قناه في اليوتيوب ينزل مقاطع، قاعد تتابع مقاطع ما شاء الله، مبدع بشكل لا يوصف. راح تحصل رابط قناته موجود تحت في الديسكريبشن. شيء ثاني جماعة الخير، احب اشكر الناس اللي قاعده تكتب كومنتات ايجابيه في المقاطع اللي فاتت، شكرا لكم ما قصرتوا، شكرا لكل شخص قاعد يكتب كومنت جميل. باذن الله يوما من الايام اذا كتب رب راح نوصل رقم كبير، كل شخص كتب كومنت ايجابي وضغط على زر اللايك واشترك ما راح انساه في البدايه بشكل لا يوصف حرفيا. هذول عندهم ما عاد عرفت اعبر صح، لهم محبة خاصة والله العظيم في قلبي. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك في القناة، تحدد عدد اللايكات اللي تبيها، وتعال استمتع في مقطع اليوم. أو صح، قبل ما ندخل في زبدة المقطع الأسطوري، لا تنسون في إكس بي يا جماعة الخير، حرفيا يدعمني ويحمسني ويعززني، حرفيا الله يسعدكم. نستمتع في المقطع. عطني أول شيء اسم حسابك، أضيفك، أضفتك. إيه يا بيب فيوار عم ناصر، ما تشوف واضحة يعني. طيب مقطع ناصر اللي اليوم راح نسجله وش راح يكون؟ حيكون الله يسلمك راح نلعب دوو. تنزل في جهة أنا أنزل في جهة، أنت تحاول تجيب كلفة أكثر مني. تمام ما في مشكلة. احنا وسام سكلتونات، فلازم نبدل بالجيم. ياب ياب زلني بس أنا معاي الأصل يا ولد. انا انزل بليزي. يب انتزل بليزي وانا انزل هنا. لا سام والله اتفقنا نكون قريبين انت. لا انزل انزل مكان اللي تبي، وين تبي انت؟ والله ما ادري. دقيقة ليزي يلا ليزي توكلنا على الله. تنزل ليزي؟ ما عليك اسامة انظف ليزي لك ان شاء الله. انزلني انا بنظف لك ريتال يا شيخ. ام عاد تدري شو يسموني يا ناصر؟ شو يسموني؟ اسطورة ريتال. انا ترى يسموني ابو ريتال يعني في الاصل. شوف ان شاء الله شوف شو بيصير. ايش رايك نغير اماكن اسامة؟ يعني انت تنزل ليزي وانا انزل ريتال. ايش فيك بديت تخورها؟ والله الله يستر يا اخي ليزي زحمة، والله انت عطيتني مكان زحمة. يا ساتر. سامي ممكن نزل معي 200 واحد يا ولد. يما في ناس، حتى انا في ناس قبل. يما تدري شو يسموني يا ناصر؟ اسطورة ريتال. انا يسموني ابو ريتال يعني في الاصل. دقيقة اسامة جايك باخذ السيارة واجيك. يا اسامة طلعوني من الباص يا عيال. جا اسامة اطلع بسرعة. ما عليك الحين بطلع. البس. ما عليه ما انت كم ذبحت واحد ناصر؟ ولا واحد. شو رايك وربي جبار يا رجل. بسم الله اوريك سيارتي. داري مثلك انا. وين تبي؟ بارك مو شينا. لازم نعرق شوي اسامة. زلني يا رجل. الجيم اللي قبل شوي ترى عشان اول جيم العبه معاك في حياتي، بس ما ابغى احرجك فهمت؟ اي بيت ناصر تبي؟ اي بيت؟ هذا؟ يلا هذا. ناصر ايش كنت تسوي؟ كنت اطلع من الباب الخلفي يا رجل. تمام الثالثة ثابتة. ايه عطني موسيقى. فنشت لك؟ ايه تعال خلنا نطلع لهم ناصر. ايه بس بلوت شوي بس. طقت البيت. ارجع عشان كيف يموتون. حاطط
عطيته 30 ناصر. ناصر ابيض والله ابيض ناصر. راح راح ناصر راح 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 اي ابيض ابيض ناصر والله ابيض. ما عاد عندي رصاص ناصر. القم عندك حاجه خويا 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 دلي 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 راح يا عمري. اكس السولت صح اسمع اكس السولت واجد الحقيقه شوي يعني ها مشي خذ 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 سامة تذكيه كله والله العم. طيب انت كيف تلعب؟ الو كيف تلعب انت؟ ما عليك ما عليك ما عليك مني وسامة انا ضبط اموري. يلا فوق الشجرين ناصر. عطيت 33 ناصر. يا عمري راح والله اني قاعد اخذ اللوت وقاره ما ادري ليه. ناصر في ناس تحت لا تنزل. لا لا اسامة اسامة سام والله دمجني دمج مو طبيعي مع السنايبر هذا اللي يكسر. زني زني دي لا شق لك الحين وينك بس كفو. بتاعت لي تعد لا لا ما دمجت ما دمجت انت انت في اثنين انت في اثنين سام ما اخذ منك بس. اوكي 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 انا عندي ناس عندي ناس سام سام قاعد يكسر سام. يا عمري والله يدفهم ناصر عطيته دمجته 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 يا ابن الرجال قدم ايه في ناس جو في ناس جو. طيب تعال تعال خلنا نطلع من هنا. شوفوا هنا جوال بوكس جوال بوكس هنا 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 شوفهم هنا هنا اما مو بوكس ذا نروح لهم. اي نروح لهم نروح لهم يا الان مبيسين قال لهم اديله يا عمري كده بشيله بشيله. عطيت هذا ابيض ابيض ناصر ترى ابيض مره 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 الحق الحق لا نخليه. هذا هذا 50 هذا 50 انا ورا هم اللي يعني هذا 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 هم موارد كثيره ذا اتوقع هذا ما ينفع. مساوي مساوي 300 300 دمك صراحه اي طح 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 لوتك طح لوتك لبين بشيله بشيله والله زني زني شفتهم. ايوه يا اخي تفهم 10 طلقات والله الفرصه رهيبه. والله رهيب يا سامة مديني مديني هيلك مديني صح؟ خذ هذا معاك ها خذ هذا. شت 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 ورا الشجره ورا الشجره ذيك. ايه اشوف شوف كم واحد. اوه شت يا اسامه انا اشوف انه يمديك يمديك. في يمين ناصر اصبر اسامه هذا وش اللي معطيني اياه ذا وش بخار شادو بوم صح اسمه الحين ها يلا انا ايه ما معك سلاح؟ لا لا بيعي بيعي بس الحين اشوفك جايني وش السالفه. اوه اسامه ما شاء الله سودت يلا اوه دقيقه ايش فيني اختفيت؟ اصبر اصبر اسامه ما كنت ادري انه زي كذا انا كنت حاسبه بخار زي بابجي والله اني قاعد اشوف النطه من هنا رجع ريوس دقيقه بلا ايش رايك في المستوى جيد جيد اعطيك ثلاثه من عشره رسام علق عندي وش اللي علق ايوه تعال السلام عليكم يا
الله يا سامر شلون كذا؟ جوان احنا نتأثر بالكواليس يا جماعة، احنا نصوره في وين تركب رجلي. يا رب سامحني اللي قاعد اسويه مثل الولد الطيب يا رب. تعال سامر انا نوري. ابلع اسامة ابلع. ايش رايك بالله؟ ربي العيب. والله انا صراحة احس بفرحة يعني كثيرة صراحة اني اخيرا شلت واحد 1v1. يا رب سامحني. تجي 2-1 ان شاء الله بتنقلب ريمونتادا ان شاء الله. دقيقة عيط طلعني جاني جلتش. ثواني دقيقة جاني جلتش ناصر والله عيط طلعني ناصر. وشو؟ عيط طلعني مع الباب. انا اصلا سكرت الباب عليك عشان حركاتي يعني. والله؟ وينك؟ ادخل ولا؟ سرني من هنا. اوه ارتجي 2-2. هذه ما تحسب. يلا اثنين. يا رب سامحني يا رب. الله حسني بسوي شيء حرام يا أخي. بتعرفه بعدين بالمقطع ناصر. دقيقة أنت بسوي شيء في الدمج. أخ ليه ما ضبط؟ أخ عادي بلمعك من جوا. تعال. السلام عليكم. افتح الباب جرب تفتح الباب. لا لا مقف. انت مسوي شيء اسامة بالدمج. يو طلقة واحدة اموت. وشو؟ لا الدمج عايد ما في شيء. متذكر. ايه يو. الفوز من 5 ها؟ يلا. العب معاك من ورا الباب ها؟ يلا. ليه ما تقدر تدخل؟ ادخل. علق والله. والله في قنبلة ادخل عليك مع الباب. يما علق والله. يا ساتر. سامة ايش في دمج زي كذا صدق؟ وشو راسك؟ دمج قوي يا ولد طلقاتك قوية مرة. خذ ها. لا ما عليك ظبط امورك. لا تشوفيني. والله قاعد العب مكان ليه هي يفتح يا اخي؟ احتراف يا فيوار احتراف يا مسامح احتراف.